الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام متواصلين بحضراتكم مع تحديات وانطلاقات أشواطنا في هذا الصباح ضمن منافسات وتحديات سباق كأس الاتحاد السعودي للهجن مع أول أيامنا لهذا السباق الكبير بدعم سخي بدعم وعطاء مستمر لرياضة الهجن العربية الأصيلة. ينطلق في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام شوطنا الثامن للحقائق القعدان. نسير بحضراتكم لنتابع وتتابعون الأسماء الحاضرة المتواجدة والحاضرة في هذه اللحظات بين أقطاب وأركان هذا الميدان لأتابع هذه الأعداد الهائلة الباحثة عن النماز وعن الانتصار. أتابع وتتابعون بداية الشوط ومقدمة الشوط في هذه اللحظات. مطلق بن عوض بن عيفان الحليفي يقدم لنا عز الجيش قادم من ميدان الطايف أبناء عروس المصايف. بينما القدوم والوصول في هذه اللحظات وصل صالح بن فرج بن سهل الرزق يقدم لنا شاهين واندفاع شاهين. أتابع القدوم والوصول وصل أبو راجس وصل في هذه اللحظات جلمود ومحمد بن علوش بن راجس الدوسري يقدم لنا جلمود وسلالة جلمود. بينما القدوم والوصول وصل في هذه اللحظات وصل الريان سالم بن سعيد بن ناصر بن دلام الهاجري. وصل المحترف يحتل مركز الوصافة في هذه اللحظات مع الريان واندفاعة الريان. الأشقاء القادمين من ميدان التحدي أبناء الشحانية الحاضرين والمتواجدين والقادم في هذه اللحظات. وصل عايض بن عبد الله بن قرعان هنا يقدم لنا براق والأسماء القادمة في هذه اللحظات. وصل عبد الرحمن بن سلمان المغير مع سياف. ولكن نعود إلى مقدمة الشوط إلى صدارة الشوط مع جلمود أبناء الوادي محمد بن راجس بن علوش الدوسري مع أجواء الإثارة مع أجواء القوة والهيمنة. يا مالك جلمود سلالة جلمود تحضر في هذا الصباح تحضر في هذا اليوم المشهود في هذا اليوم المشهود. الريان يتحرك من دلهم يتحرك من دلهم. بوسعيد المحترف من يحترف في هذه اللحظات يحتل مركز الوصافة والقادمون الواصلون
المتسللون المتسللون. وصلت الأسماء وصلت الأسماء والأصايل تتحرك الأصايل بجيناتها الأصيلة. جلموت والريان الريان يغير إلى بداية الشوط معون شعار سالم يا سالم يا بن سعيد بن دلهم. ولكن محمد بن راجس بن علوش الدوسري الله يثني أبناء المملكة العربية السعودية أبناء دولة قطر أبناء الشحانية أبناء الشحانية المحترف المحترف يأتي بكل زعامة يحضر بكل عنفوان يضرب بيد من حديد. سالم يا سالم سالم يا سالم مشكور مشكور بو سعيد المحترف يخطف نموس هذا الشوط يهدي أبناء دولة قطر أبناء الشحانية. والسلام إلى منصور وإلى عبد الهادي وإلى أبناء سعيد بن دلهم الهاجرية. تهانينا والنماس لعلى هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. تهانينا والنماس لسالم بن سعيد بن ناصر بن دلهم الهاجري يقدم لنا الريان خاطف النماس هذا الشوط. المركز الثاني مشاهدينا الكرام فكان جلمود وشعار محمد بن راجس بن علوش الدوسري. المركز الثالث مشاهدينا الكرام الثالث والرابع والخامس هنا في هذه اللحظات نشاهد وفي الإعادة الإفادة مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء. تهانينا والنماس لمالك الريان خاطفا لنماس هذا الشوط. والريان يزلزل الميدان في هذا الصباح مع المحترف سالم بن سعيد بن ناصر بن دلهم الهاجري. نعود بعد توقيت الزمني ولحظة وصول الريان وتوقيت الزمني يا مخرجنا في هذه اللحظات. نشاهد مع مخرجنا في هذه اللحظات الهواري ولحظة وصول الفائزين تشاهدون أمامكم على الشاشة في مع هذا النقل الحي البث المباشر للقنوات السعودية الرياضية. نعود وإياكم إلى توقيت الريان وتوقيت 4:43 و39 جزء من الثواني. المركز الثاني محمد بن علوج بن راجس الدوسري مع جلمود وتوقيت جلمود 4:45 و45 جزء من الثواني. المركز الثالث عايض بن عبد الله بن قرعان من قدم لنا براق وتوقيته 4:48 و76 جزء من الثواني. المركز الرابع صام اللهوم بن فيصل بن شريم المري. وخامسا رعد ماطر بن زهيمي بن عبد الله العصيبي. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء وتهانينا والنماس لمالك شوطنا من حصل على الشوط الثامن فكان الريان بشعار سالم بن سعيد بن ناصر بن دلهم الهاجري. تهانينا والنماس لعلى هذا الفوز وعلى هذا الانتصار مشاهدينا الكرام. في هذه اللحظات نهني ونبارك لجميع الأخوة الفائزين في أشواطنا السابقة متواصلين بحضراتكم مستمرين مع أشواطنا القادمة متمنين لجميع الأخوة المشاركين بالتوفيق والنجاح. والشكر للزملاء المعلقين واصفين ومتواصلين كذلك بإبداعاتهم في هذا الصباح وفي هذا السباق الممتاز والمميز كأس الاتحاد السعودي للهجن. مشاهدينا الكرام شوطنا القادم أحد الزملاء واصفا معلقا على شوطنا القادم.